وفي ذات الإطار وصلت إلى داكار مساء أمس شحنة المساعدات المغربية المقدمة للسنغال تفعيلا للمبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس شهر أبريل الماضي لفائدة التضامن الإفريقي في مواجهة جائحة كورونا. ووصلت إلى مطار بلازدياني مساعدات طبية مغربية موجهة للسنغال في إطار الدعم الطبي المخصص تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس. وتعكس هذه المبادرة الاهتمام الخاص الذي يليه الملك للنهوض بالتعاون الإفريقي في مجال محاربة والوقاية من فيروس كورونا. شدد وزير الصحة والعمل الاجتماعي السنغالي على أهمية هذه المساعدات المغربية، وقال إنها تجسد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، فيما قال سفير المغرب بدكار إن هذه المبادرة تؤكد جليا أن العلاقات العريقة بين المغرب والسنغال تقوم على أساس الروح التفاعلية والنهج المستمر للتضامن والدعم المتبادل. لنتابع ديناميكية هذه العلاقات عبر هذه الالتفاتة الملكية السامية التي تمت لمساندة السنغال في محاربة هذا الكورونا فيروس، ونحن سعداء بحيث أنه هذه العلاقات وهذه الديناميكية ستستمر مهما كانت الظروف ومهما كانت لي كونديسيون مهما كانت. اذا المغرب والسنغال بلدين عندهم شراكه قويه، وهذه الشراكه هذه ستستمر مهما كانت الظروف. او نو دو شيف دي ليتا سون اكسلانس لو بريزيدان ماكي سال. باسم رئيس الدولة، فخامة الرئيس ماكي سال أن نستقبل هذه المساعدة المهمة جدا التي أرسلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب للسنغال من أجل مواجهة جائحة كوفيد-19. إنه تعبير عن التضامن وعن الأخوة، لكن أساسا هو تعبير عن صداقة قوية تربط شعبينا. فعبر اتحادنا جميعا سنتمكن من التغلب على الفيروس، هذا الفيروس الفتاك الذي لا حدود له. المغرب والسنغال قاما بالتهيؤ مسبقا لمواجهة الفيروس من خلال تفعيل إجراءات احترازية ووقائية جيدة مكنت من احتواء انتشار الفيروس بشكل كبير، على أمل أن نقضي عليه بالكامل في القريب العاجل. هي مبادرة تبرز أهمية التعاون جنوب جنوب، ليس فقط على المستوى التضامني بل أيضا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. هذا وأشادت شخصيات دينية سنغالية أمس في داكار بالمبادرة الملكية المتعلقة بتقديم مساعدات طبية للعديد من البلدان الإفريقية من بينها السنغال. وفي هذا السياق قالت رئاسة الشعبة السنغالية في مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إن هذه المساعدة الطبية المغربية تعد التفاتة قوية جديرة بالثناء في محاربتهم للكوفيد-19، ولذلك باسم إفريقيا كاملة وباسم مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فرع السنغال وباسم جميع الخلفاء والمشايخ في السنغال، نجدد شكرنا لصاحب الجلالة أمير المؤمنين مولانا محمد السادس نصره الله بهذه المكرمة التي طالما تلقاها الشعب السنغالي من أسلافه الميامين. ولا شك أن هذه المكرمة الملكية تطمئن السنغاليين في شفاء قريب من الله تبارك وتعالى ببركة أجداده وببركته للتخلص من هذا الوباء الذي صار يتعب العالم بأكمله. إذن باسم المؤسسة وباسم رئيس الفرع البروفيسور روحان مي، باسم المسلمين في السنغال وغير المسلمين في السنغال، نشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس ونطلب من الله أن يقوي ويعزز
علاقة السنغال بالمغرب التي ضرب جذورها في التاريخ الإسلامي، وكذلك نثمن بالعلاقة بين صاحب الجلالة وأخيه فخامة الرئيس السيد ماكي سال رئيس الجمهورية. وعاش السنغال وعاش المغرب وعاشت العلاقة بين السنغال والمغرب وعاشت المؤسسة محمد السادس في ربوع إفريقيا.